السلام عليكم. بهذه المحاضرة راح أقدم واحدة من الطرق المستخدمة لإصدار الشهادات الإلكترونية، مثلا شهادات تستخدم لتأييد حضور المشتركين بورشة عمل، ندوة، دورة تدريبية، مؤتمر افتراضي وغيرها. الطريقة تتطلب استخدام الجوجل فورم والجوجل سلايد، وتكون على مرحلتين. أول شيء مرحلة شلون أحضر استمارات الحضور اللي تنزل أثناء فترة انعقاد ورشة العمل، حتى نجمع بها كل المعلومات الخاصة بالمشتركين، مثل إيميلهم، اسمهم الثلاثي، اللقب العلمي، مكان العمل وغيرها من المعلومات اللي احنا نحب ناخذها من عندهم. والمرحلة الثانية بعدين شلون راح نسوي شكل شهادة الحضور او تأييد الحضور اللي يرسل للمشتركين عن طريق الإيميل. فنبدأ بالمرحلة الأولى اللي هو الجوجل فورم. الجوجل فورم اللي راح نسوي بيه استمارة الحضور، ناخذ فورمة فارغة. هنا نجي نشوف هذه الشكل مالتها. بداية راح ندوس هذا، هنا راح يطلع لنا كل الخدمات الموجودة بالجوجل فورم. اللي مستخدمة جاز أول مرة ما تظهر عندها هاي الخدمات، فممكن تنصبوها، تطلع لكم أي خدمة تريدون تقدرون تنصبوها، وبعدين تستخدمون برنامج مرة ثانية راح تطلع لكم الخدمة موجودة. مثلا هنا أنا راح أستخدم سيرتيفاي إي إم، يعني عملية إصدار الشهادة الإلكترونية وأرسلها عن طريق الإيميل. هنا ننتظر إلى أن تنفتح هذه الخدمة، مع حسب سرعة الإيميل. طلعت لي هنا كاملة، هنا أنا وياها شنو طلع لي؟ فتح لي حقل جديد أنه يريد الإيميل أدريس مال كل مشترك. وهنا أنا طبعا إجبارية هذه الخطوة، لأنه هذه الخدمة راح ترسل الشهادة الإلكترونية مباشرة الى الايميل لكل مشترك. زين، شنو بعد اني احتاج انه افعل باستمارة الحضور؟ مثلا الاسم الثلاثي للمشترك، هذا الاسم الثلاثي. ممكن بخانة ثانية احط اللقب العلمي، خانة ثالثة احط مثلا المكان، الوظيفة، او اي معلومات انا اريدها. مثلا انا هنا راح اخذ الاسم الثلاثي مع اللقب العلمي. النوع الاجابة short answer ابقيها، لان هو فعلا short answer، وهل هو متطلب؟ لو لا اي، لانه لازم الاسم الثلاثي مشخص. بعد اذا احتاجيت اي شيء ثاني ممكن انه عن طريق علامة الزائد اضيف اسئلة اضافية حتى اجمع بها معلومات اكثر عن المشتركين. انا هنا انا فقط راح اكتفي بالايميل والاسم الثلاثي مع اللقب. هذه الحقول راح امسحها منها، ادوس على هذه العلامه راح يطلع لي الديليت. هنا هم هنا ايضا هذه ما احتاجها، هادوس هذه العلامه حيطلع لي هنا الديليت، امسحهم. فصارت عندي هذه الاستماره، عندي هذه الاستماره اللي تتكون من حقلين اللي هو الايميل ادريس والاسم الثلاثي مع اللقب العلمي. زين، هنا أنا أنطيها اسم، مثلا استمارة حضور ورشة العمل، بين قوسين مثلا أنطيها اسم التعليم الإلكتروني، أي اسم ورشة عمل، أنطيها أي صيغة وأي عنوان أريده. نجي نشوف هنا أنا صار اسمها هذا، طبعا هي مخزونة بالجوجل درايف مؤتي، ممكن أني أنقلها هنا، إذا دست هنا أنا أنقلها إلى أي فولدر داخل الجوجل درايف، وأنا راح أبقيها مباشرة بالجوجل درايف. هاي صارت عندي استمارة الحضور كاملة. ممكن أفعل شوية بالسيتنج مؤتي. هنا طبعا الدرجة هي مو امتحان فأحطها صفر. وهنا راح يطلب من عندي شنو الفورمة مال شهادة المشاركة اللي تريدين اللي نريد ندزها للمشتركين. احنا هنا ممكن نحدد اي خيار من ذولا، لكن
بما أنه أغلب ورش العمل شعب التعليم المستمر ما جامعات هي اللي تنظمها، فمن الأفضل أنه إحنا نروح على التعليم المستمر، ناخذ من عندهم الفورمة مالتهم اللي هي شكل هذه الشهادة، شو يكتبون عليها، وإضافة إلى التوقيع مال المسؤول الإداري الأعلى اللي المفروض يعني هو اللي يوقع على هذه الشهادة كاملة ما عدا اللي مبقي بها فراغات اللي هي المعلومات الخاصة بالمشتركين، يعني مثلا اسمه، اللقب العلمي، وهذا كذا ممكن احنا نمليها هنا. فراح نختار مفروض كوستوم تيمبليت، الشهادة قلنا اللي هي المفروض تكون تيمبليت احنا جايبين من المركز او الجهة اللي هي مسؤولة عن تنظيم هذه الورشة. زين، بعد شنو عندنا هنا؟ أنا عندي ممكن اختار بالسيتنج، هذه ممكن اختار بالسيتنج عدد الإجابات، مثلا كل شخص مسموح له أنه يملي الاستمارة كم مرة، أريدها مرة واحدة، يعني اللي يملي الاستمارة مرة بعد ما مسموح له يمليها مرة ثانية، سوي لها سيف. هذا السيتنج. أيضا أكو أيضا خدمات أخرى طبعا هنا أنا عندي، مثلا الفورم ليميتر. الفورم ليميتر بخيار انه نحدد شو وقت هذه الاستماره بعد ما يصير احد يمليها. مثلا احنا عاده تنزل الاستماره هذه اثناء فتره انعقاد الورشه، لكن بعد انتهاء الورشه المفروض هذه الاستماره يعني ما تكون مفتوحه او ما تكون متاحه لل يعني للاستخدام مره ثانيه حتى احد يجي يمليها مره ثانيه ويسجل حضوره اذا الورشه كملت. فممكن هنا عن طريق الفورم ليميتر بها خيارات، واحنا من الخيارات انه شو وقت هذه الاستماره تنغلق وبعد ما مسموح ملئها، اني احدد الوقت اللي هو التاريخ اليوم والساعه الزمن معتي. ايضا ممكن احدد عدد الاشخاص اللي مسموح لهم يملون هذه الاستماره، مثلا انا سويت هذه الورشه واريد فقط 200 شخص يشاركون، ممكن احدد ايضا عدد الاشخاص، اقول مثلا 200 او 10 او 3 او 300، فأقدر أحددها عن طريق هذه الخدمة. فأكثر خدمتين مفيدة هنا بالجوجل فورم اللي هي سيرتيفاي اي ام والفورم ليميتر، وطبعا اكو غيرها، كل واحدة من ذولا تأدي وظيفة معينة، لكن انا هنا باستمارات الحضور اكثر شيء احتاج هذه الجوجل فورم، واحتاج هذه اذا ردت ادز شهادة الكترونية مباشرة اني الى كل مشترك عن طريق الايميل او عن طريق ايضا الجوجل درايف. بعد شنو عندي هنا؟ عندي هسه لازم اختار قلنا التيمبليت. نفترض انه اني ما عندي تيمبليت، اني راح اسوي شكل شهادة الكترونية، اروح على الجوجل درايف، ماي درايف، اختار نيو، بعدين اختار سلايد. السلايد هذا راح استخدمه كمرحلة ثانية اسوي بيه الشهادة اللي راح تندز للمشتركين. طبعا اذا انا عندي فورم قلنا جاهزة، نروح نسوي انسيرت بيكتشر ونحمل الشهادة مالتنا هنا، انسيرت بيكتشر، ونروح مثلا وين خازنيها احنا الفورم، لو بالكمبيوتر لو بالدرايف مثلا او اي مكان ثاني. مثلا هنا انا خازنة بالكمبيوتر، هنا أنا مثلا اكو شهادات هذه مليانة، طبعا ممكن اني اختار هذا الفورمة مثلا عبارة عن فورمة مفارغة فقط اطار، او ممكن اسوي مباشرة الشهادة هنا أنا على ورقة بيضة، فحسب اللي يعجبني. مثلا هنا أنا حنجرب نسويها على صورة، بس ناخذ حتى الاطار مالتها. اللي راح اسوي انه راح اكبر هذه الصورة، اخليها على قد هذه الفورمة مالتي، هنا أنا ممكن اخليها على مباشرة على جوجل سلايد، وفقط املي المعلومات. مثلا بس خلينا نشوف هنا أنا شلون راح نصمم نموذج لشهادة المشاركة. اذا ردنا نكتب هنا أنا اي تكست، راح نروح على تكست بوكس، راح نبدي طبعا هنا راح نخلي مات
هنا لون الخط اللي راح تطلع راح يظهر لي هنا بالكتابة. الشهادة أنا بدي أحول إنجليزي. والألايمنت أجيبه بالوسط. أكتب شهادة مشاركة. هنا أنا حط اسم المشترك. رح نجي بعدين نشوف شلون حنضيفه. نكتب نؤيد اشتراككم في ورشة العمل الافتراضية التي أقيمت في يوم فرضا الخميس الموافق 20/5/2020. وإحنا نقدر نكتب مثلا اسم هذه الورشة، نفترض أنه اسمها التعليم الإلكتروني. زين، أو أي شيء نريد نحطه مثلا هنا أنا بالورشة، أي شيء نريد نضيف أي معلومات ممكن نضيفها. حكبر بس الحجم مالتها منا. هذه أسويها بولد لاين، ممكن اكبرها اكثر. وهنا أنا طبعا اذا عندي فورمة بها حتى التوقيعات ممكن احطها هنا، أنا فقط اضيف بها اسم المشترك. هسه حنعرف شلون نحط اسماء المشتركين مباشرة من استمارة الحضور، نحطها هنا. الصيغة هي كالاتي، نحول الى طبعا الانجليزي، اكتب full name. هذه إذا ردت هذا العنصر فقط راح يكون هسه هذه الشهادة راح يكون كل المشتركين مكتوب بعدهم كلهم نفس هاي الكليشة. الشيء الوحيد المتغير كل مشترك راح يوصل له هذه الشهادة، فقط هنا مكتوبة اسمه، كل شخص اسمه محطوط. إذا حطينا طبعا إذا استخدمنا هذه الفورمة هنا كل شيء راح يكون ثابت، الشهادات مال كل المشتركين حتكون هذه الكتابة يعني ثابتة. فقط اسم المشترك راح يكون كل واحد حيجي له شهادة باسمه هنا أنا حسب هذه الفورمة. طيب نفترض انه عندي بس هذه الاشياء، هذه عندي الشهادة راح اسميها طبعا هنا شهادة، اسميها بالعربي شهادة مشاركة 8. هاي طبعا مخزونة بالجوجل درايف مالتي، صار اسمها ألقاها بالشهادة المشاركة 8. أرجع مرة ثانية على استمارة الحضور. بعد هنا أنا راح أحدد التيمبليت مالتي اللي سويته، نيو فايل، مباشرة هو حيفتح لي الجوجل درايف مالتي. هنا أنا هذه الشهادة اللي سويتها قبل شوية، انتظر شوية لما تتحمل اختارها واسوي له طبعا خلت تطلع اسمها هنا شهادة مشاركة 8، اسوي له سيف تشينج. بقى عندي اخر شغلة، هذه الخدمة certification is off، اسويها on، انتظر الى حد هنا نوصل on. طيب بعد شنو عندي؟ بقى اخر شيء ادفانس سيتنج. هنا راح شنو راح يطلع لي لما كل مشترك يملي الاستماره، شنو يطلع له؟ ثانك يو فور سبمشن، ممكن نكتب له غير عباره مثلا شكرا لاشتراكك في ورشتنا الافتراضيه. هسه الشهادة راح ترسل الى الايميل مالته. شنو نريد مثلا ينكتب عليها؟ نكتب عليها مثلا اسم المرسل، خلينا نقول شعبة
التعليم الإلكتروني. الإلكتروني كلية مثلا كلية الهندسة، كلية التربية، كلية العلوم، جامعة المستنصرية، جامعة بلد، أو whatever نحط بها معلومات. موضوع رسالة، شهادة مشاركة في ورشة. لما يفتح الرسالة راح يلقي الشهادة، وحيلقي مثلا شنو مكتوب بيها: شكرا أيضا لانضمامك في ورشتنا، نتمنى أن تكونوا قد استفدتم منها. أريد هاي مثلا عبارة تطلع لي، أخزنها. أوكي، هسا أني هنا أنا كملت، سويت الاستمارة، سويت شهادة المشاركة منا، وسويت الاستمارة منا. طبعا شهادة المشاركة كل شيء بيها ثابت، قلنا ما عدا الاسم المشترك، هنا أنا راح ناخذه منا لمن المشترك يملي الاستمارة الحضور. هسا أريد أجرب شكل تجريبي أنه هل هذه الاستمارة فعلا راح تشتغل لو لا، خلنا أجربها فقط. أنا أقول لينك، طبعا المفروض أنه أنا مسوية سيف لل سيف للسيتنج. أوكي، أقول لينك تو إكزام، حتطلع لي استمارة الحضور، راح أملي معلوماتي، حملي إيميلي، حملي المعلومات مالتي. هنا حسوي لها سبمت، كأنما أنا هسه مشتركة بورشة عمل، جتني هذه الاستمارة الحضور أثناء انعقاد ورشة العمل، مليتها دزيتها. أوكي، هسه أنا شو راح يصير عندي هنا بالجوجل درايف؟ عندي هذه الاستمارة مخزونة بالجوجل درايف مالتي، حرجع لها للشخص طبعا اللي منزل استمارة الحضور، أكيد حتكون الاستمارة الحضور الأصلية اللي هو سواها موجودة بالجوجل درايف مالته. لو نجي نقرأ هنا هذه الاستمارة، وهنا ايش مكتوب الكويستشن، هذه الأسئلة الموجودة بالاستمارة، والريسبونس هاي فقط أنا أشوفها الشخص اللي مسوي هذه الاستمارة، نفتحها إجابة واحدة لأنه بس أنا مليت الاستمارة. نشوف الإجابات مالتنا هنا موجودة اللي هي الإيميل والاسم. أنا اللي يهمني ورا ما يكملون مثلا خلينا نقول 100 شخص، راح ينكتب هنا 100 او 200 او 20 او whatever ايش كم شخص شارك بالورشة العمل، راح ينكتب هنا الرقم وتطلع الاحصائية بيها. راح اخلق الاكسل شيت، create a new excel sheet، راح نسمي استمارة حضور ورشة العمل هذه، راح اسوي لك create. طبعا ما عندي اكزيستنس، انا عندي وحده جديده لكل ورشه اكو استمارات حضور خاصه بيها. فهنا راح يخلق لي استمارات المعلومات الخاصه بالمشتركين بهذه الورشه، هذه الاكسل شيت اللي صارت عندي. بنفس اللحظه اللي خلقت بها الاكسل شيت، هسه اكو شهاده مشاركه وصلتني للايميل، اشيك هنا أنا. شوف شهادة مشاركتي في ورشة هنا أنا: شكرا لانضمامك في ورشتنا، اتمنى ان تكونوا قد استفدتم منها. وشنو جاني المرسل منين؟ شعبة التعليم الالكتروني. وهنا أنا هذه الشهادة، نؤيد اشتراككم في ورشة العمل الافتراضية التي اقيمت في يوم الخميس، وهذا اسمي عليها واللقب، وهكذا. طبعا هذه نفسها الاستمارة، راح شهادة المشاركة راح تروح لكل مشترك، وكل واحد باسمه حتطلع له. هذه طبعا طريقة ممكن ايضا استفاد من عندها للندوات، لحضور المؤتمرات. ممكن ايضا انه اني استفاد من عندها حتى بشهادة التخرج مال طلاب الكلية، استخدمها ايضا. هذا كل اللي عندي ان شاء الله، في دروس لاحقة راح ننزل إن شاء الله غير الطرق.